ان شاء الله باذن الله تطمننا على منتخب الشباب ان شاء الله باذن الله في خلال الفتره اللي جايه ان احنا دي التصفيات المؤهله لامم افريقيا. افريقيا 21 2021 في موريتانيا ان شاء الله. خامس النظام السنه دي. السنه دي مختلف. مختلف وصعب. صعب. ان انت كنت تلعب ماتشين رايح جاي وبعدين رايح ماتش رايح جاي تكسب ماتش رايح جاي. في فرصه وتدخل اللعيب ده وتقعد اللعيب ده وتشيل اللعيب ده. انما ايه بقى شروط الدوره؟ ان كمان 20 لاعب يسافروا في الظروف دي. 20 لاعب. طبعا انا ضد الكلام ده. القرار ده مش ممكن يكون. منهم ثلاث حراس كمان. ثلاث حراس مرمى يعني النهارده في ظروف الكورونا وظروف. طب افرض انا مثلا لا قدر الله جه لعيب او اثنين او ثلاثه خلاص. لا ده انا قلت لازم كان الاول قالوا 23 قلت لهم لا ده تبقى 25 26 مظبوط. وكل بلد تسفر ثلاث اربع لعيبه على حسابها يقعدوا هناك في الفندق. ليه حصل حاجه بدل. لازم الناس تفكر هاني ولازم الناس تطور تدور. مظبوط. لانه خاصه ظروف استثنائيه زي ديت وارد جدا لا قدر الله يحصل 3 4 لعيبه يجي لهم فيروس فانت هتبقى عندك طبعًا. 13 لعيب 14 لعيب. الجيل هاني الجيل مش 20 واحد لا طبعًا. الجيل 40 50 واحد صح. على اعلى مستوى تسافر من ال 50 ب 20 ازاي فيهم 3 يبقى 17 لعيب مش عادل بحياتك. فانا طبعا بقترح انا في اللجنه هقول لان دور الناس اللي موجوده في شمال افريقيا في الترابط والتماسك والحب وندور على الكره الافريقيه تطورها ازاي. تطور ازاي يعني مظبوط باللوائح كل حاجه بالاوراق الاول وبعدين الملعب. فانا شايف ان الناس لازم تتطور ولازم تشتغل ولازم بقوه تخاطب الاتحاد الافريقي وتطلب منه الحاجات اللي نقدر. دول اولاد صغيرين يعني صغيرين ودول شباب محتاجين كل مستقبل افضل طبعا تمام. ولازم ياخدوا حقوقهم كامله. ما ينفعش 17 لعيب من جيل فيه مثلا 3000 لاعب يعني ما ينفعش.